تخصص لي استاذ الفيزياء النظريه بكليه علوم دمياط، واتشرف ان انا انتمي لمجموعتين من مجموعات الفيزياء النظريه، مجموعه الدكتور سيد الوكيل ومجموعه استاذنا الدكتور صلاح كامل، وده يعني شرف لي ان انا انتمي للمجموعه. ان شاء الله انا هبدا من حيث انتهى الايه الاخرون. يعني الموضوع احنا هنتكلم على النون لينير ايكويشنز، ازاي ان انا استخدم الكمبيوتر في ان انا اعمل برنامج احل به المعادله. فبالتالي انا محتاج اول انا عايز اعرف اعمل ايه، وبعدين بعد كده هستخدم يعني الماثماتيكا في البرمجه، وانا مش محتاج اللي قدامي مش محتاج يعني باك جراوند كبير عشان ايه عشان يعرف يبرمج، هو بس محتاج حاجات خفيفه كده على السريع بحيث ازاي يتعامل مع المساله اللي قدامي. فهنفتح كده بروجرام واحد، احنا هنتعامل مع مساله، هناخد ابسط حاجه في البلازما، هناخد سيستم اوف تو كومبوننتس من البلازما، وهنستنتج الكي دي في ايكويشن. اوكي طيب احنا عندنا هنا زي ما انتم عارفين بالنسبه لاي سيستم اوف بلازما عندنا ثلاث معادلات هم دول الاساس، اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن والمومنتم ايكويشن والبوسون ايكويشن. المعادلات دي طبعا عملناها اللي اتكلم عنها الدكتور ابراهيم في المحاضرات السابقه، بس هنا طبعا احنا عاملين نورماليزيشن، وعاملين هنا سيستم متكون من ايه، من تو سبيشيز اوف بلازما. لو خدنا مثلا على سبيل المثال البوزيترون والالكترون، بوزيترونز والالكترونز، فهتبقى عندي سيستم اوف ايكويشن بهذا الشكل. تمام، باجي هنا عشان احل السيستم ده استخدم هحله نون لينير. دكتور وليد اتكلم في المحاضره السابقه على انه يشتغل لينير، انا هستخدم الحل ده، هاخد الثلاثه ايكويشنز طبعا ثلاثه نون لينير كابل بارشال ديفرنشال ايكويشنز، بحاول ان انا احلهم مع بعض عشان اوصل لنون لينير ايفوليوشن ايكويشن اللي هي الكي دي في ايكويشن. الفكره الاساسيه هستخدم الريدكتيف بيرتربيشن ميثود، اي فاريبل موجود عندي في المعادله اللي هو عندي هنا بالنسبه للايه الفاريبلز الموجوده عندي اللي هي الان اللي هي البلازما السبيشيز دنسيتي، يعني مثلا لو قلنا الايون دنسيتي على سبيل المثال، او واليو اللي هي الفيلوسيتي، وكذلك عندي الابسايل اللي هو الالكتروستاتيك بوتنشال. دول بنقول عليهم اللي هم الديبندنت فاريبلز، دول فانكشن في الايه في الاكس والتي. هناخد طبعا مساله بسيطه اللي هي في الايه في الوان دايمنشن. بستخدم اول حاجه بعمل اكسبانشن للديبندنت فاريبلز، واعمل ستريتشنج للاندبندنت فاريبلز عشان اوصل للنون لينير كي دي في ايكويشن دي. والباك ثيوريتيكال باك جراوند ديت نشرحها لكم الدكتور ابراهيم في المحاضره بتاعته، ويمكن في الكورس بالنسبه للايه للبلازما انتوا بتعرفوا ازاي توصلوا للايه النون لينير كي دي في ايكويشن. طيب اول نقطه بعمل ستريتشنج، فعندي هنا النمبر دنسيتي بعمل لها اكسبانشن بهذا الشكل، واحد زائد ايبسلون ان بي واحد زائد ايبسلون تربيع ان بي اثنين وهكذا، ممكن اخد لحد اي اوردر انا عايزه. الفي الفيلوسيتي برضه بنفس الطريقه، ايبسلون في بي سي واحد زائد ايبسلون تربيع في بي سي اثنين وهكذا. انا واخد طبعا لغايه الاوردر الثانيه، لكن انا ممكن اخد لاي اوردر انا عايزه. والابسلون سمول ليست بارامتر زي ما انتم عارفين، والفاي كذلك ايبسلون فاي 1 زائد ايبسلون تربيع فاي 2 اند سو اون. طبعا هنا تلاحظوا ان الان بي سي واحد بادئ انا بواحد، لان طبعا عند السيستم عند الامبر تربت كيس السيستم بيبقى ايه، في حاله الامبر تربت كيس بيبقى الان بتساوي ان في 0 اللي هي الامبر تربت دنسيتي، اما الفيلوسيتي بتبقى بزيرو والفاي بتبقى بزيرو. هاخد ديستريبيوشن طبعا ايه، انا خدت هنا البوزيترون كفلويد، وخدت خدت هنا ديستريبيوشن لل
الهوت بوزيترون، عندي كولد بوزيترون وهوت بوزيترون، خدت الكولد بوزيترون از فلويد والهوت بوزيترون واخد له ديستريبيوشن بهذا الشكل. ممكن ايضا اخد اي ديستريبيوشن انا عايزه، يعني انا ممكن اخد ال ان بي اتش، ممكن اخده مثلا ان بي اتش 0 في الاي اس في الاي اس 5، تمام. طيب هنا هبدا اعمل اكسبانشن ل الديبندنت فاريبلز زي ما قلنا، كذلك هنا الفاي ديت هعمل لها اكسبانشن زي ما موجود على الايه على السبوره بهذا الشكل. احنا بنعمل نورماليزيشن الاول، هو معلش انا مش هدخل في الايه في التلفزيون الرياضي كتير لانه المفروض ان هو يتشرح قبل كده، لكن اللي انا عايز اعمله الخطوات ديت انا هعملها دلوقتي بالبرنامج بحيث ان انا اوصل للايه للمعادلات اللي احنا بنقعد نستنتجها ايه مانوال او باليد يعني. ماشي طيب هبدا هنا، دي بدايه الايه، دي بدايه البرنامج، تمام. هبدا اكتب الكونتينيوتي ايكويشن بهذا الشكل، ابسلون بارشل بارشل باي بارشل تي للان بي سي ناقص اليو في البارشل اكس باي بارشل بي سي للان بي سي اوف اكس وتي زائد بارشل باي بارشل اكس للان بي في الايه في الفي سي. دي الكونتينيوتي ايكويشن، بس انا فصلت هنا الايه، فصلت هنا الديريفاتيف الى ايه؟ الى التو كومبوننت زي ما انتم شايفين. نعم. لا هو احنا عملنا احنا حولناها اول الدكتوره هي هنا هي هنا بارشال ديفرنشال ايكويشن احنا استخدمنا استخدمنا اللي هو الويف ترانسفورميشن اللي هي مفروض عندي الزيتا بتساوي يو في التي ماينس ماينس اكس او اكس ماينس يو تي سوري اكس ماينس اكس ماينس سي تي، فبتتحول الى هذا الايه الى هذا الشكل، تمام. طيب انا كتبتها اهوتي، بعد كده هكتب بعد اذن حضرتك انا عايز اعمل ايه بقى، هعوض عن الان والفي من المعادله السابقه في المعادله دي وابدا اعمل فصل للايه للاوردرز في الايه في الابسلون. بستخدم في الماثماتيكا امر اسمه كولكت للمعادله دي بالنسبه للابسلون، ففصل لي كل الايه كل الاوردرز المختلفه، عندها الاوردر ابسلون ابسلون اس 1 ابسلون تربيع، في طبعا الفري اللي هو الابسلون اس 0 موجود بهذا الشكل. ده كده بالنسبه للايه للكونتينيوتي ايكويشن. نفس اللي انا عملته بالنسبه للكونتينيوتي ايكويشن هعمله بالنسبه للايه للمومنتم ايكويشن. طبعا سميت الايه، انا عايز في الفكره الاساسيه في البرتربيشن ثيري ايه، ان انا بعوض بالايه بالاكسبانشنز بتاعتي في الكونتينيوتي ايكويشن وفي المومنتم ايكويشن وفي البواسون ايكويشن، وابدا افصل الفيرست الزيرو اوردر اللي هو ابسلون اس 0 والفيرست اوردر والسكند اوردر، فكده هيطلع عندي ايه مجموعه من المعادلات الجبريك ايكويشنز في فيرست اوردر من الكونتينيوتي وفيرست اوردر من المومنتم فيرست اوردر من البواسون وسكند اوردر كذلك من الايه من الثلاث معادلات دول. فانا سميت هنا الفيرست اوردر بالنسبه للكونتينيوتي ايكويشن فصلته وسميته. طبعا دي لو انتم شايف لو انتم واخدين بالكم دي بارشل باي بارشل تي للان بي سي 1 زائد الفي بي سي 1 بارشل باي بارشل باي بارشل تي برضه سوري الفاريبل الاولاني دي بارشل باي بارشل اكس دي بارشل باي بارشل اكس، وهنا طبعا معنى المكتوبه دي زيرو انها ايه مش متفضله بالنسبه للايه للتايم. فصلت انا الاوردر الاولاني بالنسبه للكونتينيوتي ايكويشن وده الاوردر الثاني. نفس اللي عملته مع الكونتينيوتي ايكويشن هعمله مع البوسون ايكويشن اسف مع المومنتم ايكويشن. ادي شكل المعادله كتبتها بالماثماتيكا، وطبعا هعوض عن الايه عن الفي عن الفي بي سي وعن الفاي، وابدا اعمل الامر ده كولكت ابدا افصل الايه الاوردرز المختلفه. طبعا ده المفروض ابسلون اس 4 ده ابسلون اس 4 ده ابسلون 3 ده ابسلون وده ايه وده ابسلون اس 0 هسميهم بقى تاني اهو. يبقى ده الفيرست اوردر ايكويشن وده الكوفيشن بتاع الايه السكند اوردر ابسلون، دول بتوع الايه المومنتم ايكويشن، تمام. نفس اللي انا عملته هعمله بالنسبه للايه للبواسون ايكويشن، هكتب البواسون ايكويشن اهي وبعدين بعد كده اعمل كولكت افصل الاوردرز بتاعت مين؟ بتاع البواسون ايكويشن، تمام؟ اصبح عندي في الكونتينيوتي ايكويشن عندي معادلتين والمومنتم عندي اثنين
والبواسون عندي اثنين. هاخد الفيرست اوردر كوانتيتيز، احل الثلاث معادلات بتوع الفيرست اوردر كوانتيتيز مع بعض، اطلع الديسبرشن ديفيكشن. ممكن تنزلها بس. هنا لما احل الفيرست اوردر ايكويشنز هطلع الايه الفيرست اوردر كوانتيتيز ال ال1 وده ال v1. طبعا الثابت ده ثابت الايه التكامل، بقدر اطلع قيمته وهسميهم هنا ده ال n1 وده ال v1. طبعا هنا عشان اطلع قيمه الثابت بتاع التكامل عند ال t ب0 المفروض ان ال v او دي هتبقى ب0 يبقى الثابت ده يطلع بايه صفر، وكذلك الثابت ده كمان هيطلع بايه صفر. يبقى عندي هنا ادي الفيرست اوردر اللي هي ايون دنسيتي او بوزيترون دنسيتي، وده الفيرست اوردر بالنسبه للفيلوسيتي. هاخدهم اعوض بيهم فين؟ الفيرست اوردر للبواسون. تمام؟ انا الفيرست اوردر للبواسون عوضت بالايه بالتام دي في الايه في معادله في البواسون ايكويشن فيرست اوردر. بعد كده هنزلها هتطلع لي هنا الديسبرشن ريليشن. ادي الديسبرشن ريليشن والفيس فيلوسيتي. كده واضح؟ طيب يعني قبل ما ننقل على النقطه اللي بعد كده، في اي سؤال في النقطه دي؟ يبقى هي الفكره الاساسيه ان انا بعمل ايه، بجيب الفيرست اوردر كوانتيتيز مع بعض واحلهم واطلع الديسبرشن ريليشن. طبعا البرنامج ده انا لو نفذته دلوقتي بيطلع الايه النتائج دي وما بياخدش مني ثواني. طيب نفس الطريقه هاخد بقى السكند اوردر كوانتيتيز اللي هي ال n2 و ال v2 والفايتو، احلهم مع بعض ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. انزلوا ادي ال NB2 وده ال VB2، احلهم الاثنين مع بعض فهتطلع لي معادله بهذا الشكل. موجود فيها مين؟ موجود فيها الفاي 1. الفاي 2 طبعا بتختفي لانها بتبقى الكوفيشنت بتاعها اللي هو الكومباتيبلتي كوفيشنت بيساوي 0 فبتختفي الفاي 2. اصبحت عندي المعادله كلها مين؟ موجوده في الفاي 1. ابدا ابسطها شويه لحد ما اوصل للشكل النهائي بتاعها. طيب كده لو تلاحظوا هنا طبعا ده الترم ده بيساوي هحطه بيساوي 0 اللي هو مضروب في الفاي 2. ده الترم البارشال فاي 1 باي بارشال تي اهو الترم الاولاني، وده الترم اللي هو النون لينير ترم. تمام؟ الفاي 1 في البارشال فاي 1 باي بارشال اكس، وده الديسبرشن ترم اللي هو بارشال فاي بارشال تجاي فاي 1 باي بارشال اكس تجاي. في النهايه ده الشكل، ده شكل المعادله اللي انا عايز اوصل لها. هو نفس الشكل اللي موجود اهو، بارشال فاي باي بارشال تي اهي. تمام؟ بعد ما اضرب في يوتا كام بعد اثنين يعني، وهنا ده اللي مضروب في النون لينير ترم اللي هو الايه، الجزء المضروب في الديسبرشن ترم اللي هو المفروض يوتا كعيب على 2. يبقى ده شكل الايه؟ الكي دي في. انا كده استنتجت شكل الكي دي في باستخدام الريدكتيف بيرتربيشن تكنيك. طيب انا كده وصلت للمعادله اللي هي النون لينير ايكويشن. طبعا هنا مطلوب الان ان انا احل الايه المعادله دي. اي سؤال في الطريقه دي قبل ما انقل لطريقه حل المعادله؟ اتفضل. هو يعني يوم اصعب ان استخدم الكمبيوتر ولا اعملها بايدي؟ هو يعني اولا يعني منك وقت عشان اعمل البرنامج، عشان تعمل برنامج وتوصل لي المعادله. طيب هو اولا لا غنى عن ان انا اشتغل بايدي ولا غنى عن الكمبيوتر، الاثنين مع بعض يبقى افضل. انا بعمل ايه؟ طب انا هقول لحضرتك عشان مثلا لو بنشتغل هاي اكبر طيب انا واخد الوقت سيمبل كيس 1 دايمنشن تو كومبوننت بلازما وعملت لها البرنامج ده، لكن هو البرنامج في الاول خد مني وقت عشان اعمله، عشان اقعد افكر واجربه واعمله خد مني وقت. لكن الان انا استطيع ان انا بتعديل بسيط جدا في البرنامج ان انا اعمله بدل ما تو كومبوننت لاي عدد من الكومبوننت. استطيع ان انا اعمله، انا واخد هنا الماجنتايزد بلازما، واخد مش واخد بريشر في الاعتبار، اقدر اضيف الايه؟ الترمات كمان. اقدر كمان اعمله لاي دايمنشن بدل ما هو 1 دايمنشن، ممكن اعمله في السلندريكال او في السفيريكال. يبقى كل ما هنالك ان انا
بدل ما بكتفي بالاوردر الاولاني والاوردر الثاني ممكن اخد لاي اوردر من الابسلون بالنسبه للبرتربيشن ثيري. فهو في الاول بياخد وقت لحد ما افهم البرنامج واشغله. بعد كده الحاجات اللي انا ما اقدرش اعملها بقى بايدي ممكن اطورها في الايه في البرنامج. طيب هو السؤال برضه الثاني، لو احنا استلمنا الاوردر بتاعك اقدر اجيبه اقدر اطلعه على طول؟ مباشره. انا هنا بقول ايه، بقول له هات لي كوليكت الاوردر الاولاني ابسلون، اي اوردر من ابسلون او اي ابسلون تربيع او ابسلون تكامل او اي اوردر عايزه، حتى لو عايز ابسلون نص 10. طيب بعد ما حضرتك جبت ده نشوف النوت اوردر تعالى نشوف يعني نوضحها لنا شكلها ايه. هو ستات يا دكتور لازم عشان نعمل تمام زي ده لازم واحد يكون عارف ايه الكواليتي اللي بيحصل في هو يستخدم، ايوه يكون عارف هذا لازم ويبقى عايز يضرب في معرفه النتيجه وايه وكلام ده كله، النتيجه مسبقه بايده عشان لما يشغل البرنامج يعرف يعني على حضرتك لو احنا هنستخدم يعني نتعلم نتائج بسيطه بحيث يبني عليها ان هو لا بس هو نفس الوقت انا ما بسيبش الكمبيوتر هو اللي بيفكر، انا اللي بايه بفكر وهو بيساعدني في ايه في اسراع الايه انما انا لو مش فاهم الفكره الاساسيه مش هقدر اوصل لان ممكن تطلع لي اي نتيجه انا ما اعرفش هي انا الان وصلت للنون لينير كي دي في ايكويشن. على سبيل المثال البرنامج ده يا جماعه على سبيل المثال ممكن اطور فيه زي ما انا عايز، ممكن استخدمه بدل الكي دي في، ممكن استخدم اللي هو الايه السي كي في ايكويشن او البيركر او اي ايه او اي معادله. افتح معايا استخدم البرنامج الثاني. اوكي طيب عندي هنا انا وصلت للايه للنون لينير كي دي في ايكويشن اهي اللي احنا استنتجناه دلوقتي، وعايزين نبدا نحل الايه المعادله دي زي ما الدكتور عبير قالت لكم او لسه مش عارف هي دي بارشال ديفرنشال ايكويشن بالنسبه للايه للتايم وبالنسبه للزيتا. فانا هحولها الى اوردينري ديفرنشال ايكويشن في التحويله دي بس هو سوري ديت الايتا بتساوي زيتا ماينص ام في التي، والام ديت اللي هي الايه الفريم، كاني بتنقل من الفريم اللي هو التايم والسبيس الى فريم ثاني في الفاريبل اللي عندي اللي هو الايتا ده. فاما عوض مصطفى يعني زيتا تساوي كده
ده المخدة تروح مثلا وانت واقف ناحية اليمين تروح ناحية الشمال فهنا بتتحول المعادله الى اوردينري ديفرنشال ايكويشن بهذا الشكل ام يو داش زائد الاي يو يو داش زائد اليو كابيتال تكعيب على 2 يو تريبل داش. طبعا هنا حيث اليو بارشل اليو داش اللي هي بارشل يو باي بارشل مين باي بارشل ايتا بقى اللي هو الفاريبل الاي. طيب المعادله دي عشان احللها ممكن اكملها مره كمان هكمل المعادله دي مره كمان هتقوم توصل تديني المعادله دي. طبعا هنا ثابت التكامل بيساوي زيرو بفترض ان اليو واليو داش واليو تريبل داش تؤول الى الزيرو ات زيتا تؤول الى الايه الى الانفينيتي فبالتالي احط الثابت بيساوي ايه بيساوي صفر. الطرق المختلفه لحل النون لينير ايكويشن بتعتمد على ايه؟ بفترض ان اليو بتساوي سميشن اي اي في الاوميجا اوف ايتا اس ان اس اي والاي من زيرو لحد ايه لحد ايه دكتور مصطفى هي بس نون لينير عشان الايه عشان الطريقه طبعا هي طب هما اللي يقولوا نون لينير ليه ليه المعادله دي نون لينير الدكتور عبير ادت لكم الصبح كده شويه ليه المعادله دي مسمينها نون لينير هيقولوا هيوقف الكلام ايه النون لينير ترم هنا اليو يو داش ده هو النون لينير ترم اللي موجود في المعادله الكوفيشن طبعا هنا ديت ويز كونستانت كوفيشن لان في بعد كده في بعد كده في نون لينير ايكويشنز ويز فاريبل كوفيشن فانا واخد هنا كونستانت كوفيشن اللي هو الاي واليو كابيتال تكعيب على الاثنين الاي اي هنا ده يعتبر انونس وعايز عين كامل ايه الانونس دي اما الاوميجا اوف ايتا دي حل الريكاتي ايكويشن حل ريكات الكويشن ودي ممكن لو بنستخدم التانش ميثود بتطلع لو بنستخدم التانش ميثود بتبقى تان او ممكن استخدم الجي جي داش ميثود او اي طريقه من الطرق الكتيره لحل النونلينير ايكويشن. طيب انا عندي بعد اذن حضرتك ترجع للسمشن تاني عندي بالنسبه للسمشن ده ايه المجهول اللي عندي؟ في عندي ثلاث مجاهيل في السمشن حد يقدر يقول لي هما ايه؟ السؤال للطلبه يا دكتور مش عارف الاوميجا مجهول والاي اي مجهول والام ايضا مجهول انا هاخد السمشن ده لحد فين هاخده مثلا لما لا نهايه لا انا لازم احدد الاي الام اول حاجه اول خطوه عايز احدد الام احدد الام بان انا اعمل بالانس في المعادله دي ما بين النون لينير تيرم الهايست اوردر نون لينير تيرم والهايست اوردر ديسبرشن تيرم يعني هنا هعمل بالانس ما بين اليو تربيع واليو دبل داش لان دول هم الهاير اوردرز اللي موجودين عندي. البالانس ده بعمله ازاي؟ البالانس ده لو انا افترضت ان الاوردر بتاع اليو هو ان فالبالانس بتاع المشتقه رقم كيو لليو هتبقى ان زائد كيو. كذلك اليو اس بي هيبقى الاوردر بتاعها ان بي فمعنى ذلك اليو تربيع الاوردر بتاعها هيبقى كم؟ ها عايز اجابه. لو اليو ان يبقى اليو تربيع الاوردر بتاعها كم؟ 2 ان طب اليو دبل داش الاوردر بتاعها كام؟ ان زائد 2 اما اساويهم الاثنين ببعض ان 2 ان تساوي ان زائد كيو هتطلع لي بكام؟ هتطلع لي الان في هذه الحاله بكام؟ ب 2 هتطلع الان ب 2 يبقى انا هاخد من السمشن كام ترم؟ يبقى السمشن عندي من 0 ل 2 هيبقوا 3 ترم خلاص؟ يبقى كده كان اليو اوف ايتا هتساوي اي 0 زائد اي 1 في الاوميجا زائد اي 2 في الاوميجا تمام انا بشتكي يا دكتور بعد اذن حضرتك انا بشتكي الاورجنايزر عايز طيب عايز بس وانت بس طيب يبقى اصبح عندي المعادله يو اوف ايتا تساوي اي 0 زائد اي 1 اوميجا زائد اي 2 في الاوميجا تربيع وزي ما قلنا الاوميجا هي حل الايه الريكات ايكويشن دي اللي هي اوميجا داش هتساوي اوميجا تربيع زائد الايه زائد الكي طبعا حل المعادله دي وايضا هيعمله بالماثيماتيكا بيساوي جذر كي تانش جذر ماينس كي في الايتا وجذر كي
جذر ماينس ايه وده ايه يعني الاثنين زي بعض بس دي بالنيجاتيف ودي بالايه بالبوزيتيف. مره تديني تانش ومره تديني ايه تان. ده في حاله الكي اقل من الزيرو ودي في حاله الكي اكبر من الزيرو. وكذلك عند الكي بتساوي زيرو بتديني الريشنال سوليوشن. طيب يبقى هنا خلاص انا حليت الريكاتي كويشن يبقى طلعت قيمه الاي الاوميجا اصبح المطلوب عندي اللي لسه موجود عندي اللي هو الاي 0 والاي 1 والاي 2. هستخدم الماثماتيكا من هنا وهبدا اعمل اعوض في الماثماتيكا بالمعادله دي. اعمل هستخدم اللي هو الامر ده اكس باند ماينس ام يو اوف ايتا زائد اي على 2 في اليو تربيع زائد يو تكعيب دي طبعا ده تفاضل اللي هو دي يو باي دي ايتا مرتين خلاص. اما اعمل اكس باند بيفك لي الايه المعادله دي واعمل كوليكت بالنسبه للاوميجا هجيب لي الكوفيشنت بتاعت مين بتاعت الاوميجا. يعني انا لما اعوض في المعادله دي هبدا اجيب الكوفيشنت بتاعت الاوميجا اوميجا اس 0 اوميجا اس 1 اوميجا اس 2 اوميجا اس 3 اساويهم في الزيرو وتطلع لي سيستم في الجبريك ايكويشن اللي هو السيستم ده. هساوي بقى معاملات طبعا ده مضروب في الاوميجا ده مضروب في الاوميجا اس 0 ده هنا مضروب في الاوميجا تربيع وهكذا اساوي السيستم ده بالزيرو زي بعد اذنك هيطلع لي هنا ده حل الريكاتي ايكويشن. استخدم دي سولف اوميجا داش اوف ايتا ماينس اوميجا تربيع زي كده تساوي الزيرو زي ما انتم شايفين طلع ايه تانش طلع من السولف موجود عنده طبعا في حاله الكي اكبر من الايه اكبر من الزيرو او تطلع تان في حاله الكي اقل من الزيرو. حاجه في السيستم اللي انا طلعته من البرنامج اهو ده الايكويشن كيو 0 كيو 1 كيو 2 كيو 3 4 الجبرايك ايكويشن اعمل لهم سولف عشان اطلع قيم مين. طبعا دي النونس اللي عندي الاي 0 والاي 1 والاي 2. السيستم ده طبعا عندي عدد الايكويشنز اكتر من عدد النونس فبيطلع لي ايه بيطلع لي عدد كبير من الحلول بستبعد التريفيال سوليوشنز. يعني ده تريفيال سوليوشن استبعده هستخدم فقط الايه وده كمان تريفيال سوليوشن فبستخدم فقط الايه الحلول اللي هي زي الايه الحل ده. ابدا اكتبهم من جديد اهو اي 0 طلعت 3 ام على ايه A1 طلع ب 0 A2 ب 6 U 3 U تكعيب على الـ A والـ K أيضا تطلع بـ M على 2 U تكعيب. أرجع أعوض في الحل بتاعي اللي هو الـ U بتساوي A0 زائد A1 أوميجا زائد A2 أوميجا تربيع. كمان هيطلع لي أهو أعوض في الحل ده. ده شكل الحل ده الحل إيه؟ اللي هو تانش او لو خدت 3 ام على ايه عامل مشترك يبقى 1 ناقص تانش اللي هي الايه اللي هي السيش ناقص تانش تربيع اللي هي السيش تربيع ده يبقى انا وصلت للايه للحل بتاعي. تمام يبقى كده احنا ايه حلينا المعادله. ده الجزء الثاني من الجزء على السيش هو التربيع على السيش ماشي دي هو ما هو ما دكتور هو كلام حضرتك بالنسبه للالجبريكال صح بس في البرمجه في لغه البرمجه بتتكتب هنا معناها ان السيش تربيع. تمام يعني هي المفروض فعلا انا مرتبها انما في البرمجه هنا المفروض او ممكن اعملها قصير عشان تبقى ايه اوضح. كل ده لا صح صح لكن لو كتبت نسيش تربيع في الماثماتيكا هيفهمها غلط. خلاص طيب نرجع على العروض تاني. طب اي سؤال في طريقه حل النون لينير ايكويشن؟ السؤال بس المعادله لما حولناها لنون لينير ايكويشن كده يا دكتور ما بستديش قديم لا فوق كمان ماشي ادينا تقدم النقص الجنوزه بس ايو تربيع صح؟ اه هنا شرط شرط هو شرط على ان نكتب كده عندما النهايه كل ان اليو اليو ده والا كل ده غلط ده ليه ثابت كام نحاول هنا السيتش والسيتش تربيع حاجه اسمها الليبت فانكشن ده يبقى موضوع تاني.
اذا هو الشرط للدكتور مصطفى ان انا احط ده فيلم بيسلسل وبيسلسل كم تسلسل. لكن لما اطبق الكونديشن من قال زيكا اسمها ايه؟ ايه 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 اليو اليو دات اليو دابل داش ماشي؟ يبقى كده احنا الجزء الثاني من المحاضره ان احنا حصلنا على لينير ايكويشن ال كي دي في وحلناها بطريقه اللي هي التانش بس ممكن طبعا في طرق كتير زي للحل. طيب خلاص انا دلوقتي استنتجت المعادله حليت المعادله باقي عايز اطلع النتائج بقى بتاعه البحث وكل ده في نص ساعه او في ساعه يعني كنت طلعنا بحث. هذا الحل بتاعنا اهو بساي هتساوي بساي ام سيش تربيع وادي الزيتا اللي هي اكس ماينس يو تي ماينس ايبسلون في الام تي رجعت عوض. طبعا هنا ده يمثل عندي زي ما انتم عارفين ده الامبليتيود بتاعت الحل اللي هو سوليتن سوليوشن وهنا الدبليو اللي هي الايه الويدز واليو عندي اللي هي الديسبرشن ريليشن او الفيس فيلوسيتي كنا طلعناها بالايه بالقيمه دي تمام. يبقى ده دي الامبليتيود 3 ام على الايه وده الويدز 3 يو تكعيب على هبدا اعرف البارامترز دي عندي في الايه في البرنامج تمام. يبقى انا هعرف كل البارامترز بتاعتي خلاص عرفتها اهو في البرنامج ادا اليو ادا الاي ادا الابساي ام وادا الاي الويدز وادي الايتا وابدا اكتب ده الحل اهو. يبقى انا كده كتبت الحل بس هنا انا بكتب الحل دايما عشان البرمجه تبقى سهله بكتب الحل في جميع البارامترز اللي انا ايه اللي انا عايز ارسمها. يعني انا هنا اعمل الحل كداله في الاكس والتي والام هنا كبارامتر والاي كبارامتر والالفا اللي هي الايه البلازما بارامترز اللي هي النسبه الريشيو ما بين الايه الدنسيتيز بتاعه البوزيترون والكولد بوزيترون والهوت بوزيترون والكلام ده وهبدا انفذ فبيطلع لي الحل احط طبعا كامل البارامترز دي ويطلع لي الحل بشكل زي ما بعد ما عوض بالبارامترز بتاعتي ادى شكل الايه الحل اهو. عايز ارسم الحل ده طيب هنا اعمل شيفت هنا في السلم انا رسمت هنا شكل الايه الصوره اهو كداله في في التايم للاسف انا واخد هنا كداله في الاكس عند تايم من 0 للايه سالب الاكس واخدها من 0 سالب 100% والتي من 0 ل 100 فده شكل ايه الايفولوشن بتاع الصوره. ممكن ارسمه ايضا 3 دايمنشن وده شكل الايه الصوره في 3 دايمنشن زي ما انتم شايفين ده برضو عند طايم مختلف من ايه من 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 1 من 10 لحد 10 ده الايه شكل الصوره اللي عندي تمام. يبقى كده انا استطعت ان انا استنتج المعادله احل المعادله ارسم المعادله. ممكن طبعا في ناس ما بتفضلش بعض المجالات ما بتفضلش 3 دايمنشن ممكن ترسم في بلين ممكن انزل تحت كده هي كل ما هنالك ان انا بستخدم البوليت ستايل المختلفه ده هنا رسمت العلاقه ما بين الحل بتاعي اللي هو الابساين الديفرنت فاليوز للاكس عند قيم مختلفه للايه للبيتا زي ما انتم شايفين ايه ده شكل الصورتون. طبعا هنا كل ما البيتا بتزيد الويدز والامبليتيود بيحصل لهم ايه بيقل زي ما انتم شايفين تمام. لا طيب خلاص كده يبقى ايه دي الفكره سريعه كده وننتظر من حضراتكم بقى اي سؤال. السؤال اللي احنا نعمل في اللعبه انا عايز انسخ الاخبار كده هو المفروض الدكتور مصطفى ياخد اي حاجه هو اللي يطوروا بقى هنسيبه الدكتور وليد هنا هم كلهم تفضل يا دكتور.
انا بس عندي سؤال بالنسبه للسوليتونيك كونفيجريشن ده، هو ده سوليت فورم ان وات سنس؟ السوليتز عموما في الفيلد ثيري معناها ان ده كونفيجريشن بي فاينايت انرجي. فهل هنا برضو بنفس المعنى ولا في معلومات اكتر المفروض؟ هو طبعا انا يعني بالنسبه للسوليتون هو دي حاله من حلول الحل بيحصل فيها زي ما قلنا اتزان ما بين اللي هو الديستورشن تيرم والنون لينير تيرم، فبيطلع لي الايه شكل الايه شكل السوليتون في البلازما، وهو على شكل السوليتون موجود في حاجات كتير جدا. يعني مثلا لو يعني اول ما نكتشف السوليتون ده حتى الدكتور لا في القناه الانجليزي كان قارب ماشي كده، وبعدين بتكون حوالين المويه يعني الشكل الثابت اللي هو شكل البيل ده او شكل الكرس ده، والبلازما بتحتفظ بهذا الشكل الايه لفترات طويله او مش لفترات، لفتره معينه بتكون فيها الايه الموجه السيروتونيه دي. تمام، فهي ما بتتكونش الا عند كونديشن معينه، لكن فيما عدا ذلك في حلول ثانيه ممكن تاخد اللي هي الايه الشوك ويف، ممكن تاخد الروك ويف، وممكن استاذنا الدكتور صلاح يفيدنا في الموضوع ده اكتر تبقى اولى. هو السيلكون بالظبط يا دكتور ده هو عباره عن زي خاصيه الدواليزم كده، هو موجه وقوسين، ده تحت وفي وقت بيبقى قوسين وفي وقت بيبقى موجه. اللي بيحصل بالظبط ان هو في عند تصادم مع اي سيلكون بيحدث بينهم الاستكس كوليجن، بمعنى ان هو ده بيدخلوا مع بعض بيخرجوا ما تعرفش مين اللي كان داخل ومين اللي كان خارج، بيحتفظ بشكله تماما دون اي تغير. احنا بنجرب من الحلول الفيزيائيه المحبوبه. ليه؟ لان از زيرو تو انفينيتي بيساوي صفر. واحنا اللي بنشتغله ده او اللي احنا بنرسمه ده اصلا هي البرتبت امبلتيود. البرتبت امبلتيود اللي احنا عاوزين نعمل لها دمب او موت، يعني البرتبشن حصل وعاوز اقضي عليه. واخد بالك؟ احد الحلول اللي هي الاكسبتبل من ناحيه الفيزياء هو هو السولتون. يبقى السولتون لو نفس قصه الدواليزم، الدواليزم كانه جزئين وموجه. نتعامل معاه كما يقول نوع كما يقول نوع جزئين، لو دخل في التصادم بيطلع زي ما يحصل لاسك سكاتر. احنا في حاجات بعد كده احنا بنعمل كونتون كوليجن بين اثنين سوليتون وبنشوف الاوت بوت بتاعهم، وبنشوف ان كان اي مفتين عادي في الضوء بيحصل كل بيحصل نتيجه التصادم بيحصل ايه، او مفتين بيحصل فيش شيفت مش عارف. احنا برضه بنجيب الفيش شيفت بنجيب تاريخ جديده، وده يعني ده معنى كلمه سوليتون، يعني بيحتفظ بالفيتشرز بتاعته عند دخوله في اي تصادم او في اي تفاعل. ده واضح طبعا ان هو ملوش اي ديسيبل، يعني مش زي الويب باكت مثلا. لا ده الويب باكت اللي بيحصل لها في لعبه نيمور. هو في حاجه لو الدكتور مصطفى ده اللي كنت بساله، لو الدكتور مصطفى عمل الحكايه دي هي اللي انا كنت بتكلم عليه امبارح. لما انا باجي اشتغل مع شوتنجر بنجيب انفلوب. ايوه انفلوب سلطان بيبقى كبير كده زي الغطا. وجواه سولتون صغيره. ايوه جواه سولتون صغيره. ده ما بيجيش، هذا مش روتين، مش ما بيجيش من هنا خالص. لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على ان الحلول بتاعت السولتون واحده من الطبيعه بتاعتها المهمه ان ما بيحصلهاش سبيرشن. لا سبيرشن يعني الموجه الويت بتاعها ما بيزيدش مع الزمن ويحصل لها. لا هي مجرد انها تنشا تظل كما هي، الا اذا غيرت اي بارامتر فيزيائي يغير مع احتفاظ بالشكل العام. يعني نقدر نشوف كواليتيتيف بيبقى محافظ عليه تماما. التغير في الشكل زي ما كان دكتور مصطفى رسم ثلاث مبنيات، ده غير البارامترز بتاع الفيزياء البارامتر الفيزيائي غيره، فبيدينا اما ياثر على الويتس او ياثر على الغدة. هم اللي كان فيتشر لاي موجه عندنا بالنسبه لنا الامبلتيود والويتس، بنشوف الايفكت بتاعهم ايه بالظبط. وهو طبعا السلطان ده بيعمل بالانس بين بنستنتجه من هو بينتج عن البالانس بين الديسبيرشن والنان لينيرتي. في حاجه ثانيه اللي هي الشوك ويف بين الديسبيرشن والنان لينيرتي. ده بنجيب معادله ماشي كي دي في ايكويشن، بنجيب حاجه اسمها كي دي في بيرفرس ايكويشن وبنحلها برضه، بيطلع بقى الوضع ثاني مختلف خالص. يعني شوف بس هو الحل اللي انا متوقع ان حضرتك اصلا لما جيت تعمل سبيشال قلت انا بعمل توازن بيهيفير، يعني
ده شرط الحل، ده مش حاجه كده حل توافق مع مساله. هو عشان يعمل يعني السيرس اللي كان حطتها دي طريقه حل، طريقه حل حاجه مش هو الهدف من الدكتور مصطفى ان يرد مثال سيمبل. طبعا المعادلات احنا انا ممكن امسك المعادله دي في ثلاث في دقيقه ونص احل الحل وادخل الحل اللي هو جابه، لكن هو الهدف ايه؟ ماذا يحدث لما يكون السيستم كومبليكيتد؟ يعني ده الوقت اللي كنت بساله الدكتور مصطفى، يعني بقول له ده خد منك قد ايه؟ ولما لان انا لو خدت السيستم ده مثلا وقعدت على ما اخلص النهارده خلصت وجبت كل حاجه، هو عاوز يورينا ازاي نستخدم في حاله بسيطه ثاني في حالات بتبقى معقده. يعني مثلا لو مثلا عندي كده دي بقى بتخش الحلول بتاعها بتبقى يعني لما تاخد المانيارتي والديسبيشن والديسبيشن مع بعض من الصعب انك تحل هذه المعادلات، من الصعب جدا انك تحل. واخد بالك ازاي يا دكتور علي؟ يبقى من الصعب جدا انك تحل دلوقتي. هي بتعمل لو بنسبه برجر زي الكوشن بس، بمعنى ان عندي ديسبيشن ناحيين يبقى عندي ديسبيشن ونانيارتي، بنعمل بالانس بينهم يدينا حاجه اسمها شوك ويف، بتسروتن يبقى الشوك. ماشي؟ هو البالانس يا دكتوره في الجزء بتاع الجمهوريه من الكوشن ده عشان ابدا اخد النقطه بتاعتي غير البالانس يعني ده في طريقه الحل. يعني الدور حضرتك في الاول الاكسبانشن ده بتحط شرط اساسي عشان تشوف انت ضعف جاي فيه في الان ده اللي هو التوازن بين اعلى اوردر في الديفرنشيشن واعلى اوردر في النون لينيرتي. عشان اي حاجه بتخلي السيستم ده شرط اساسي ما يقدر يعمل. نون لينير سيستم. شكرا دكتور مصطفى. هي بس